حتى نعرف أكثر عن التفاصيل خلونا نستقبل معنا من البحرين الملازم أول ريم أبو طيبة. أنا أول ما تخرجت من جامعة البحرين بكالوريوس جاتني فرصة إني أدخل السلك العسكري، فأنا ما ترددت، بالعكس قدمت أوراقي والحمد لله الله وفقني وانخرطت بالسلك العسكري. قضينا سنة ونصف في المعسكر الأكاديمية الملكية للشرطة، تعلمنا فيها الأمور العسكرية من الرماية والحركات العسكرية والدبلوم عالي في الحقوق والعلوم الشرطية. أعطونا دورات خاصة في حماية الشخصيات في البحرين والأردن، والحمد لله حققنا فيها مراكز أولى. هالأمور دي صقلتنا على أساس التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية ونصير فيها إحنا ضباط في وزارة الداخلية. بعدين انخرطنا في المجال الـ VIP Protection، حماية الشخصيات الهامة. أنا كوني رياضية فما حسيت المهنة دي كلش عنيفة، بالعكس المهنة هذه يطلبون فيها الإناث للمحافظة على حياة الإناث، فإحنا لازم نكون يعني محافظين على أنوثتنا. تواجد القسم هذه كنساء في حماية الشخصيات أمر مهم جدا، لأنه يعني صعب على العنصر الرجالي أنه يكون قريب إلى الإمرأة ويحافظ على سلامتها، ويفضل أنه يكون حماية الشخصيات من العنصر النسائي حفاظا للتقاليد والعادات المتبعة في الدولة. يعني إذا أنا مو عسكرية أتمنى أكون عسكرية. اهلا فيك يا ريم. اهلا فيك. يعني ملازم واول كمان. الحمد لله. اول شيء مجالك صعب جدا ونادر ما نلاقي سيدات فيه في العالم العربي، كمان يمكن اكثر في عالمنا الخليجي، بس خليني اسالك اول شيء ايش اللي خلاك تدخلي هالمجال؟ كيف جاتك فكره انه تدخلي حاجه فيها مجازفه قد كذا؟ قبل كل شيء يعني احنا السلك العسكري الحمد لله البحرين من الدول الرائده او اولى الدول العربيه اللي يعني صار فيها شرطة نسائية، فالحمد لله يعني الريادة هذه مستمرة في جميع مجالات السلك العسكري من ضمنها حماية الشخصيات الهامة، فتقريبا هي البحرين هي أولى الدول اللي صار فيها القسم. احنا بشكل عام كشرطة نسائية يعني نتعسكر يعني تعسكر عادي، مشى وسلاح وكل شيء في الكلية الأكاديمية الملكية للشرطة، بعدها يختارون منها على حسب الشخصية على حسب معطيات معينة يختارونهم لإدارة حماية إدارة التدريب قسم حماية الشخصيات. أنت دراستك يعني دراستك ما لها علاقة بعملك، هلا احكي لي. أبدا يعني. أنت دارسة نظم معلومات؟ إي أجهز حق رسالة الماجستير نظم معلومات إدارية، ودارسة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم والمعلومات. حبيت العسكرية والحمد لله دشيتها يعني دخلتها، والحمد لله شافوا فيني يعني أشياء خلتهم يختاروني لي أن أمثل يعني أو أخذ تجربة حماية الشخصيات، ولكل شرف يعني يوم اللي يختاروني في هالمجال. أي نعم. يا ست ريم يا حضرة الملازم أول، أنا دلوقتي خايفة أسألك سؤال ما يعجبكيش تومي تديني كاراتيه شوك كاراتيه تنزليني الأرض. لا فعلت. قولي لي علشان تبقي مؤهلة لحماية الشخصيات الكبيرة في تدريب بدني معين، يعني فعلا بتدرسي كاراتيه تايكوندو حاجات من هالقبيل؟ اي نعم. احنا البنت اللي نختارها او يختارونها الاداره لازم تكون فيها يعني لياقه بدنيه عاليه،
ندربهم بعض الدورات الخاصة مثل الإسعافات الأولية، الرماية بشتى أشكالها وأنواعها، يعني السريعة والدقيقة، منها التفتيش المباني وتفتيش السيارات والأشخاص، الحركات الراجلة، طريقة التصرف، سياقة الوقائية، سياقة السيارات، العديد يعني التدريبات الكثيرة اللي تخلي البنت خلاص تاخذ الناحية العلمية لأداء الواجب هذه، على أساس أنها هي تحافظ على الشخصية في نفس الوقت تحافظ على حياتها. ملازم أول ريم، دائما نسمع في المثل اللي يقول ولا وراء كل رجل عظيم امرأة. معك اختلف الموضوع، امرأة خلفها امرأة دعمتها، كلمينا عن قصتك، من هذه المرأة يا ترى؟ والدتي. الله الله يسلمك. والدتي أكيد، من إحنا صغار يعني ربتنا والحمد لله وعلمتنا وعيشتنا أحلى عيشة الحمد انت لله. كبيرة؟ أنا وأخوي، أنا البكر. أنت أنا الكبيرة. الحمد لله شجعتني على الدراسة الجامعية، وبعدها يعني قلت لها إنه بدخل يعني المجال العسكري، وايد شجعتني. الله يطول بعمرها ان شاء الله. بيني وبينك يعني انت متمرسه في حكايه انك تحمي الشخصيات، ويعني دقيقه الملاحظه، ما فيش واحد يقدر يرضى يتجوزك ويقدر يلعب بديله لانك هتبقي كشفاه من اول يوم. صح ريم، ملازم اول رجل وملازم اول امراه، ريم ايش بيفرق عن بعض؟ نفس الشيء ولا في فروقات بسيطه، في تفاصيل بسيطه بالعمل توكل للرجل ولا توكل للسيدة؟ ما في فروقات ابدا ابدا، ولا في الراتب ابدا، لا في الراتب ولا في اي شيء ثاني، حتى الحقوق والواجبات اللي لنا واللي علينا. هم يحافظون على العنصر الذكري في المجتمع، او احنا نحافظ على العنصر النسائي. هاي الفرق الوحيد اللي بيننا. تشرفنا. انا اللي اتشرف. الله يسلمك. شكرا لك يا ريم. وشعب البحرين دائما من ارقى واكثر الشعوب تحضرا وعلما، وتشرفنا بحضورك. اللي تشرف. فاصل.